من جانبه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أكد أن عملية السلام الخاصة بسوريا يجب أن تتم تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف وليس تحت رعاية روسيا في سوتشي. لودريان قال لأعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية إن حل الأزمة سيحدث على وجه السرعة من خلال حل ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، وأشار إلى أن فرنسا تعتبر هذا هدفا مباشرا. سيتم حل هذه الأزمة من خلال إجراءات عاجلة تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف. هذا هو الهدف العاجل لدى فرنسا، وهو ما لم يحدث في سوتشي وينبغي حدوثه في جنيف.